واش اخوتي صباح الخير، شو الحب ديالي العمر؟ شو كتعاون لي الوالده؟ الله شمي لي الورد، شمي لي الورد، لي الورد ينعل ديال الوقت اشم. الله ريحه الحب مسبتت عليا صفاء، ريحه صفاء. شكرا صفاء اختي بزاف، ريحه عيد الحب حبي. بغيت نشم سيرت الله يهديك. ها ماما خوتي مراتي، والله الا مراتي بوا. اقسم بلا اله الا الله الا مراتي، وكنقسم لكم برب الكعبه الا مراتي بالله. شو مراتي حادقه تبارك الله، جات 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 لا ماروك، جات الماروكا، غتولي مراه ديال الوقت. غتضربها بالعين، ترى عيني انا كما كتضرب حبي. كنموتي كنحماق عليك، والله انت كنحماق عليك بالرب، وندبر على المونتيف على قبلك احبي. عشيه تعطيني صرخه نضربك انا مالي وليت عيط طير من عيال ديال الوقت. عمري ما سلخت انا. ها شنو شنو الولي؟ ما عمري ما سلخت. ايوا اخ واش بغيتي ندير نفس الغلط مع مالك؟ يعني يقولوا العصا خارجه من الجنه وليك ليتنا. امين امين. الولي دخلت عليك بالله، هاد المره هادي اش جاك فيها؟ هاد المره ما عمري باش بحال انا الله يعمرها دار. شكون اللي حسن من دوك العيالات كاع اللي تزوجت؟ وهذيك حسن منهم كاملين. هو من واحد الناحيه مزيان. شوف خوتي بلتي اجي نقول لك خوتي، خوتي شوف ملي كتزوج بها بنت الناس وعندها با والتاريخ ديالها زوين وعندها عائلتها، ماشي بحال تزوجي بشي وحده مقطعه، فهمتيني؟ مقطعه وعندها ام، المهم عندها ام وحده، فهموني يا خوتي. يعني نورمالمون هاد السيد هادي راه بنت عائله، واخا طلع كتشوفها كتشطح في اللايفات وكدير، راه كنت تشوفو خوتو وكنت تشوفو با وكنت تشوفو الجدر ديالها، راه لقى راه هي مطيحه بيهم، مطيحه بيا انا ومطيحه بعائلتها. ما مطيحاش بيهم انا، كبرت في برا عادي عادي. اللي كبرت في واحد العقليه ديال ميلانو، فهمتوني؟ عقليه ايطاليه، يعني ديك العقليه ملي دخلتها هنا للمغرب حنا هما ما فهموهاش، ردوا ملكه مقطعه ملكه هادي. انتما شوف شوف كيقولوا لي فرس الجمل فرس الجمال، هضروا على ملكه ان شاء الله نهار غطور العلاقه غيبان معايا باها في بلوك بالله ان شاء الله. وبانوا معايا خوتي، غندي بابا، غندي بابا عند الواليد، وغادي نمشيو كاملين لواد زم، وغادي يتعرفوا مع بعضياتهم ان شاء الله المجيه الجايه. وبا بلاتي بغيت نشرح لكم عاوتاني، ما بغيتش نقول هذه الهضره هذه لحقاش يقولوا نزار، ما كيهمنيش. واحد القضيه وكنت نشوفوا ملكه راه بنت الخيره بلاتي، باش نكونوا فاهمين هي با راه خليك تي تقولي حقاش انا ما عجيش ليا بحال هكا، فهمتي؟ ما نقولهاش وما بغيتش. با عنده اللي يتحرك ما يتسم، خواتاته عندهم اللي يتحركوا ما يتسموا، حتى هي كذلك هي راه حاليا شنو؟ ما بغيتش يقول اشنو عندها لحقاش بنادم ما بقاش يقول راه انت هادي وانت هادي وانت هادي وانت هادي. ويجي بنادم اصاحبي ما صايب حتى ما ياكل، يبدا يهضر فيها. هي شوف من حقها لانها طيح، سمحي لي يا مالك، انت طيحتي براسك وطلعتي كطلعي مع بنادم ما وصلش الطفر الصغير ديال رجلك. درت اخطاء سالينا. بزاف. كنت درتي بحالي وكتبقى معي بنادم، بنادم غيولي يضرب لك 1000 حساب، ولكن انت درتي على راسك. انا تزوجت بك باش نفتخر بك، انا نقول لك انا تزوجت بك باش نفتخر بك. لا صغرتي مني ومن عائلتك. التواضع ديالي هو اللي خلاني طلعت مع بزاف الناس ما يستحقوش. ودسرتهم عليا، ولكن معليش قالك اللي جاي خير من اللي فات. ما تصحابيش بحال هكاك. ما تصحابيش انا بحال هكاك. هاكو كانت كتسمع الهضره الواليد ما غنطيحوش في هذا الموقف. زوينين هادو خليهم. هادي الحمد لله، شوف علاش انا فرحان بها، واخا كبر مني بزاف الحوايج، العمر عمر غير ارقام. الحمد لله شوف عائلتها مستقرين. كل واحد وعندو دارو، يعني هي ماشي غادي وما تابعنا فين ما مشينا، فهمتيني؟ ماشي كنتخلصو وكتعطيها الفلوس وكتقولو لا لا، ما الله يرحمها. ولو كاع كوكات مازال حيه، ما تي عندها اللي تحرك ميتم وعندها راجله الله يطول في عمره، فهمتيني؟ هذه الحمد لله ديال راسها بوحدها، عندها ولده مازال صغير نديرو بحال ولدي انايا، قاسم عزيز عليا ولا ما عزيزش عليا؟ يعني انا عندنا واحد العلاقه مع ولدها راه ما نكذبش عليكم، يعني نزار اللي كيدير ديك هبل تربح راه كيديرها غير في الفيديوهات، الحياه الخاصه ديالي راه حياه اخرى، غير باش يكونوا فاهمين، مالك لقيت فيها لقيت معاها الراحه النفسيه ديال بصح، ما كتبقاش عليها امها وتقول لها عطيني الفلوس وتجري عليها تبقى كتبكي. يعني مالك تلا طرات ليها شي حاجه لا قدر الله، الوالده ديالك وكانت مازال في الحياه ولكن با مالك الا طرات ليها شي حاجه مثلا مشات للمحكمه ديال الطاليان، افهموني راه ما راه غادي دير لها محامين، غتصيفط لها فلوس في الكانتينه بزاف ديال الحوايج، ماشي غتحرمها فهمتيني، وغادي تمشي ما دير الفيديوهات دير الفلوغات تمشي عند الزلاره، ما غتبقى تابعه حتى تخرج كيف ما غيتبعها راجلها. والله يرضى. حنا غادي نفطروا وغادي نمشيو للكافي اللي كنريحوا فيه، وغادي نديروا فيديو وغادي نعاود لكم واحد القضيه بالتفصيل الممل. غنقول لكم الخطه الشيطانيه اللي كانوا باغيين يفارقوني بها مع المراه. لما كريم دخلوا لداري عند مراتي
ودوروا عليا مراتي وبيضقوا لي مراتي باش مراتي تبان بواحد الصوره اللي هي خايبه زعما انا صيفط راجلي للحبس، ولكن في الاخر ورجعت ليها. اجي نقول لك انا ونحكي لك حكايه يا فرح البنت اللي قد الفطور. والله تعرفتي دري عزيز علي هو الضحك وعزيز علي التخشاب. كيموت كان تيشد في الوالده يبقى يشد فيها وحنا ميتين بالضحك. دابا الوالده ملي مات ولا كيشد في مرته وكيبقى شاد فيها وتنبقاو نضحكوا. عزيز علي الضحك هو ما تيموتش الوالد من راسو وعنقيه راه رضا دي عند الوالدين. ها انت شوف المره الجايه ملي غنمشي المره الجايه ملي غنجي غناخذ طنوبيل غنمشيو كاملين لواتس ندخلو نمشيو تما نتغداو ونتعشاو تا الغد ونجيو نباتو معاهم تا الغد ونجيو صافي. انا قالت هي مرتو قالت لي المره الجايه جيو جيب جيب عقوسك وشيخك وجيو المره الجايه نمشيو لواتس نديكم العروبيه نعم الفيرما ديال الوالد ديماك واش هذا الفيديو تاع دابا انت؟ اللحو دابا الوليد ولا وليد خاصك تعرف على بوات بوات مالك. اسمعني اسمعني نشرحك واحد القضيه اسمعني كاري كيهضر بزاف صافي تنعطي راه عندها اصلا باج نبيل 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 راه عندي عندها فيسبوك عندها فيسبوك ديالها هي ديالها هي راه عندها في التليفون ديالها الشغل هو غادي الوليد اصلا مالكه كنت تعرف على با با راه شكون وشكون وشكون في واتزم فهمتيني باش نقول لك اشنو كاين غير هي تعرفت عليها في واحد البيريود كانوا عندها مشاكل وانا كانوا عندي مشاكل يعني ما اتاحتش لينا الفرصه اننا نتعرفوا على عائلتها فهمتيني اما يا بنت الخير بنت الخمير وشكون 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 هي راه بعدا كان خصيمه هادي سمع 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 عقلتي على خالتي عقلتي الزواج الاول ديالي كانت ما دارت واحد الغلط خايب بزاف كانت جرات على المراه يوم جرات عليهم بحال التوام غادي ما خلاتهمش هادي اللي دخلت غتدخلها هادي راه عندها باها وعندها خوته وعندها هادي وعندها هادي وعندها هادي وعندها هادي وانا خليت في داري عطيت 3 شهور وانا مخلي واحد الدريه اه لقيتها في الزنقه قالت لي انا سميتو هادي ووالدي في الناظور وما عديتش فين نسكن تنقد لاوط وكوكو بقات فيا قلت لها عرفتي اش ديري قلت لها شكي تسكني في داري ولكن تهلاي ليا فيها صافي وخليتها في الدار 3 شهور عتعيطوا لي الجيران قالوا لي راه الماكله ريحه الماكله خارجه من دارك مشيت لقيت الدار حالتها ونام وناموس وحد الخير ولكن كنت بخير طلع لي بالشر طلع لك بالشر ولكن نعاون عرف كيدير هذاك الشيء في دارهم يمشي بروفيسيونيست لطيفه قالت لي انا نعاونو انا نعاونو اسمع الناس اللي كيقولوا لي تفارق مع مراتك وادي وادي الا ملي كنشوف الوالد انايا فرحان للمراه الوالد ما كانش كيضحك وما كانش كيهضر كان لسانه ثقيل عليه وشوف دابا كيفاش كيهضر مع المراه والفرحه خارجاني من وجهه علاش غنتبعك نتايا فرحان بكم نتوما شو اللي فرحان بهم بزاف انا ولا مالكه مالكه وانت شكون الاول مع بعضيات ها شكون الاول مالكه هو فرحان بمالكه اكثر مني عزيزه علي انا اللي عارفه عزيزه علي الله يعمر هذا سحارتي لا ما فيش حرام انا اللي ريت دابا الله وشكرا لا والله ما سحرت وانا كنت كنت جاب لي الله كنت نحس وصافي احس دابا كنت انا اللي راه تلوج انا من كبر مني شكون اللي والد وانا اللي والد انا عرفتي هاد المرا الله يحفظك ما بحاله. اه صافي شوف وكتبغيك شوف ربي ربي مزوجنا في السماء انا ومالك مزوجين في السماء تفضل تقاشر طويله بلاتي ما عندي 3 قاشر لا ولا نبقى نضيع في الوقت انا هي صافي غنلبس 3 قاشر بلاتي دابا الوالد بينو بينك يلا ضربتها شنو غيضرب؟ الا ضربتها الله يسخط عليك الله يسخط عليك الوالد ورا الصخ ديال الوالد الروائع انا ما نقيسش الجبال على ودك ما غتعصبني غتولي تدوز على وجهك وهي مسكينه هي ضعيفه وقلب ابيض وكتبغيك كل ما كتبغيك ما انت ما شوف انت علاش هاد الحقد كامل انا دابا نفتار دابا ملي خرجت من الحبس طلقتها والله يعاونك صافي ما بقاش غيطر هادشي كامل راهي الحمد لله مالك عرفات الغلط ديالها جات عند والديا والديا سمحوا ليها راهي الحمد لله ولات مراه مثاليه ها انا باغي بحالك انا عطيتها فرصه باش تولي مراه مثاليه
واش بنادم يقول لك لا دارت لك طلقه تسال الله ينعس من عندي انا والله ما تقبلها عصبوني يا مالك عصبوني كذب عليك عرفان انا سوفاج و والله وكنلقى ما تقبلها رولاك صغير على ودك كتبغيك قلبها علاش كل مغلف الاخر انا ولا هي هي اللي مغلفك باش كيقول الوالده ما لا بقات عايره ما كتقول له والو هي خالتك هي عمي انا نضرب انا راه نضرب لي النفس عليها السوق عايره نضرب فيه السيد صحابي ما كيجبني يعني عليا الوالد مش بعيد انا ما شفتش شي مرا انا ما جايس الدافع راه الوالد ولا كيدافع عليك شبيتي مازال قلت لك واش انا نضيع عمري مالك اش كتقول حتى لا ما كتبقاش عاقله صافي قدر ما بقيتش عاقله انا شوف انا كنت في واحد حاله ستريس فهمتيني راك عارف المشاكل اللي كانوا طراو ليا وانت داير مراتك عزيزه عليك تهضر مرتك راه مراتي عزيزه عليا راه هي عارفه شنو كاين ولكن راه طحنا في واحد الساعه ديال الغضب ما تبقاش بحالها ما تبقاش تشد معاها الزكير ما صافي اه ما تبقاش مع الزكير لا دا سمعت على شي هضره صافي خلي الهضره تدخل منه وتخرج منه وتبقى ما تدور مرتك مزيانين ما مراتي راه نموت على راه هي هي المرمو ديال عينيا واحد القضيه اللي بغيت نشرحها لكم اخوتي مالك اجي انا عافاك حبيبه انا جاي سمعوني اخوتي هذا الهضره كنت غنقولها في القهوه ولكن غنقولها هنايا سمعوني اخوتي مراتي حقدتو عليها ما حملتوهاش ما كايناش شي حاجه خايبه ما تحطاتش فيها انا دابا غادي نقول لكم علاش نقول لكم السبب ديال مراتي ولات ثلاثه طاحت في ايدي غير امنه طاحت مع ولاد الحرام اللي انا قلت لها فوتي عليك هاد الناس قلت لها هاد الناس هادوك لقيت فيهم الخير كون بقيت معاهم هي ما سمعاتش الكلام اللي كتبع القلب ديالها والنيه ديالها ومشات لعندهم خوروها ردوها بانها خايبه ردوها بانها صيفطات راجله ما خلاوش شي حاجه خايبه ما حطوهاش فيها وفي الاخر النيه ديال الملاك خرجت فيهم هو كل المهم شو البلاصه اللي كيستحقوا والله الله يفرج على كل واحد انا ما حقر على حتى شي واحد المهم واش بنادم داخل حتى لداري عند مراتي وبارك جالس كيخور فيها نزار راه كيخونك راه كان معايا راه داكشي اللي دار معايا غادي يعاود يديرو معاك انت ديري ليه فعلي ليه مراتي تجمكات عقلها وقف حتى ولات حتى ولات كدير شي حوايج ماشي ديالها والناس شافوها بانها خايبه صيفطات راجلها للحبس ولكن مالك امتى طلع معاها القلب نهار فاش تشديت في الحبس ونهار فاش جات لعندي للزياره عاد بقات كتبكي كنحس فيها كنحس الندم كاين في عينيها ولكن الحمد لله شوف انا ملي ما تنازلتش عارف علاش ما تنازلتش يعني بزاف ديال الناس قالوا لي نزار علاش ما تنازل لا لا شوف انا عارف علاش ما تنازلتش لان بنادم كان باغي يضربني عطيته ضربه عمر ما ينسى في تاريخ الحياه ديالو المهم وطلعت الله فيها ما فهمت واحد القضيه زعما تبان لكم واعرين طيحوا على بنادم الباطل تبغوا تصيفطوا بنادم اي 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 ما كاينش اكل الله اصاحبي كاين الله وكاين العداله الالهيه انتم دخلتوا عند مراتي درتوا واحد الحاجه اللي هي خايبه بزاف لي امبوسيبل اننا نرجعوا ولكن ربي راه مزوجنا في السماء انا رجعنا وبالعكس غير ما زادت العلاقه تصلحات اكثر من الاول انا زدت بغيتها هي ما عرفتش زادت بغاتني ولا ما عرفتش تصالحت مع والديا تبدلات يعني انا كنت تسحب ديا بالك هذه التغييرات التغير وتعرف الغلط ديالها كنت شديت شحال هذه في الحبس ما بقاش الحمد لله ما بقاش فيها الشك ما بقاتش كتشك فيا ما بقاتش كتقول انت غتخورني ما غتخورني دوك الشكوك السلبيه اللي كاثروا اللي كاثروهم بها الناس ما بقاش عندها مازال عندك ولو درت ديال الشك من جهتي لا واش لا ولا غير قدام الكاميرا لا والله ما بقيت نشك فيك كيما كنت صافي عرفاتني بانني انا كن شي شنو قالت لي قالت لي تفات الشده هذه شفت شي امور اللي ما نقدرش نقولهم انا قالت لي عرفت قلبك بيض بانك عمرك تاديني لا داي انني نقولهم انا انا كنت معزم وكنت المهم انا كنت كنحميها كنت في الحبس ورغم ذلك عقلي ما وما بغيتش انا تطرا ليها شي حاجه اللي هي خايبه باش نقول لكم المهم انتم ما غتفهموش الحوايج اللي بيني وبينها هاد الحوايج هما اللي خلاوها زيد تعلق بيا فهمتيني كتعرفني انا قمه الرجوله انا ليزار ليزار الحمد لله ولكن الراجل راه ماشي ضروري يكون زوين ويكون طويل ويكون هادي انا زوين طويل صحيح مشهور ولكن عندي واحد الحاجه هادشي اللي فيا انا يقدر يكون في اي واحد ولكن عندي واحد الحاجه اللي ما كايناش في اي واحد هي الانسانيه
نساليو مع بنادم ونموت مع بنادم وما عمرني نهضر بنادم وما عمرني نهضر بيد اللي تمطات ليا. هذه القضيه اللي شافتها فيا مالك مالك نهضرو الرجل اش هي الحاجه اللي شتيها فيا زوين ابار زوين طويل هكا ابار اش الحاجه اللي شتيها فيا زوين؟ الحاجه اللي شتيها فيا زوينه ولي صلاه هي الصلاه اللي كتصلي لا ماشي طيبوبه طيب واخا تيدير كاع داكشي وداكشي والضغوات وداكشي حنين قلبو زوين وسميتو وبقيتي مطماش والرجوله يعني في شي حوايج ديال الصيفات زوينين اللي عجبوني والبيت يعني البيت وفي نفس الوقت ذكي ولكن لا صاب شي واحد تيبغي لي الشر ولا عاقب شي واحد تيبغي لي الشر راه مي راه ما تيتعاتقش كما البلا ديال ما بغيتش نتنازل راكم فاهمين يا خويا ولا عرفك غير يعني مرد ما ولا درتي ولا هادي تيسامح لك يعني صيفات ديال الرجوله فيه وقلبه ابيض وزوين هادشي علاش بغيتك تبا فهمتي يا خوتي ودابا باش تشوف قبل ما نختم لكم هذا الفيديو عندكم واحد القصه بغيت تكون للعبره دابا مالك شافوني عيش انا ويا سعيد استغرب واحد النقطه ديال انني كنت مضارب مع واحد النار دخلوا عليا شي خبتاء فهموني دخلوا عليها شي خبتاء عمروا ليها الراس ديالها دوروها لواحد 90 درجه حتى لقات راسها صيفطات راجلها للحبس ماشي اللي صيفطاتني على طريقه صيفطات راجلها للحبس ولكن الراجله عندو العداله الالهيه ومالك عندها حتى هي جواده فهمتوني هذوك الخبتاء ودوك الناس اللي كانوا باغيين يفرقوني مع مالك وصيفطوني للحبس خلصوا على الافعال ديالهم ولكن انا واعوذ بالله من قولي انا كملت الباقيه انا فضلت انني نبقى بين اربعه الحيوط وما نتنازلش باش نعطي لبنادم درس عمره ما ينساه نوريه يدخل لحياتي وبين مراتي في الفيديو وخليها تعايرني وهي مسكينه ما حملاش تعايرني انا راه عارف لحقاش كانوا عمروها انا ما كيفاش غادي يفهم مالك اني غادي نفهمهم واخا انا متاكد والله ما غتفهموني بالله حقاش انا مستيكاتر ديال مالك وكنفهمها مزيان اش قلتوا لي اخوتي ما فهمتونيش دابا ندوزوا هادي دابا ندوزوا لواحد الشارفه واحد الشارفه اللي مبغاش يعطيني اتساع سريت زوجي بشي دري صغير دير بحال مالك واخا انا صغير كان كبر من تبارك الله وخفي كبر كبر من الحمد لله شوف كان بان هو هذاك سريت زوجي بشي ولد صغير شي بحال نبيل البناي فهمتيني راك عارفاني علاش نقصد ما بقيتش دوري بيا انا هاتي مشيتي عند مراتي راه عاودت لي مراتي كلشي واش كيتسحب لك مراتي غتخورني سي بعدك دي هذاك الطاليان راه غضحك عليك راه هادي انا نوريك الشارف انا غادي ندير لك فان تكاري حبي طامع فيك على الطاليان واخا طامع عندي هات لي الطاليان غنلوح غادي الطاليان غندير لك سربك لا وكوكو انت كاع مسوق كاع تجنن لك الوراق راه كليحهم في الماريو زعما تما خلطتو بغيت تحقدوني على المرا وهي تحقدوها عليا مشيت للحبس وفي الاخر رجعت المياه الى مجاريها انا ومراتي الحمد لله الوليد ها الدار وعيش الحياه السعيده مزيانه باش عرفوا ربي كيقولها وان ينصركم الله فلا غالب لكم ولكن ربي كيبغيك ولو اجتمع الجن والانس ليضروك فلا يصيبك الا ما كتبه الله لك هادو ديما ديرها انت زعما راك تقري القران راه خاصك تولي فاهم هاد الهضره فهمتيني ما تمناش تولي فاهم وما كيدخل بين اللحم والطفر غير الوسخ بحالك الشارفه انت راك شارفه وخاصك تمشي للحج بلا ما يدير البيري ضحكتي بواحد الفيديو كتقول السلام عليكم خوتي واخا انا تيتي زو قرطاسه ولات عندي حفيده يا ويلي ويلي شكون كذب عليك انت تيتي زو قرطاسه والله الا غير كذب على اخلك بالله والله ما تيتي زو قرطاسه بالله كتبان لي كبيره الشارفه سبحان الله العظيم كيبان لك شويه الكمش من هنايا فهمتيني كتبان لي الشارفه اش غادي نقول لك جميع المراه الشيبانيه والعجوزه مجموعين فيك انتيا مزيان هذيك وسير راه مازال تابعك راك عارفه شنو تابعك انا والله ما تقدو عليا بالله عطيتكم درس عمركم ما تنساوه شي انت مازال شوف الاخرى والله القسم ما حاقد عليها فهميني اسمح لي عطيتكم واحد الدرس بكيتك ياك بكيتك انا بكيتك كاين مو تحياتي اخوتي تبارك الله عليكم شوفوا الوالدة شطات الملكة تو هادي البرا واخا كبر مني كومين الحمد لله محترمة متخلقة كاينة في الطاليان عندها باسبور احمر عندها والديها عندها باها
ام الله يرحمها عندها خوتها الحمد لله عندها الدريكه ما عندهاش ام وحده وديك الام من شر ما خلق. تحياتي اخوتي تبارك الله عليكم.